مولانا يعني انا سؤالي، وعلى فكره سيادتك كل هذه الامور هي فيها فتاوى صادره، يعني في فتاوى عندنا عن حكم اكل المعاش الذي يعطى دون وصف حقيقي، ماشي. يعني عملنا احتيالات. لا طب هل عندكم انتم في هذه الدره العريقه ما يخص الزواج العرفي كلام قطعي لا او اي؟ احنا في هذه الحاله سيادتك بنوعي الناس، بنوجد توعية عند الناس بأن هذا الزواج العرفي مفاسده أكثر من مصالحه. لكن هو زواج، ومن كانت مفاسده أكثر من مصالحه ينبغي أن يمنع. طيب. يعني ينبغي أنت لا تقدم عليه أصلا بصرف النظر عن كون أنه هو استوفى الأركان الشرعية أو لم يستوفى. في سيادتك يعني مرة أحد الناس سألني من طلاب الجامعات، وانت عارف سيادتك ان طلاب الجامعات يعني في قضية الزواج العرفي في فترة من الفترات، ربما قلت هذه الايام، لكن في فترة من الفترات كان منتشر وساري. فبيسأل ما حكم الزواج العرفي؟ فقلت له بصرف النظر اصلا عن حكم الشرعي وانه مستكمل الاركان ولا مش مستكمل الاركان، ايه رأي سيادتك ترضاه لاختك تتجوز كده؟ قال لي لا، بس خلاص انتهت المسألة. اذا انت لماذا تلجأ اليه في خارج هذه الدائرة التي هي دائرة الصواب ووضوح الأشياء وندخل على نور كما نعد نحن؟ سيادتك يعني بتتكلم عن ضرورة توثيق الزواج وإشهاره وإعلانه، نعم. هل بنفس الكافية تصر وتحرض الناس على توثيق الطلاق؟ نعم، بنفس الدرجة تماما، أنه ينبغي، مش ينبغي التوثيق فقط، ينبغي قبل أن توثق أن تحتاط، وقبل أن تذهب للمأذون ينبغي أن تتأنى كثيرا وتعالج وتصبر وتتحمل وتتنازل وتراجع مظبوط، ينبغي كل ذلك. وينبغي ألا تنطق أصلا بكلمة طلاق في إطار حياتك الزوجية تماما تحت أي مبرر من المبررات. الحلف بالطلاق ده أنت بترى أنه لابد أن يمتنع من التلفظ بالطلاق، ليس له محل أصلا في نطاق الحياة الزوجية، وإنما محله عندما تستعصي كل الحلول التي فعلناها نحن من أجل الإبقاء على الحياة الزوجية. لما الحياة الزوجية تتعثر تماما وتصير هذه الحياة، شوف التعبير، يعني تصير مستحيلة أن نستمر فيها، مستحيلة هذا تعبير يعني معناها استنفذنا كل الوسائل التي نعالج مشاكلنا من خلالها، يصعب جدا أن احنا نستمر في الحياة الزوجية. هنا استحكم الفراق، يعني هنا يكون كلمة الطلاق التي سيتلفظ بها الزوج في هذه الحالة تكون بمثابة العلاج. قبل ذلك أرجوك يا زوج لا تتلفظ. ولماذا تتلفظ؟ لما تيجي تحلل الزوج المصري ينطق بكلمة طلاق تحت ايه؟ اما تحت ظرف غضب، ضغط عنده، واما تحت اثبات رجولة، واما تحت اثبات حق، او يعني او عايز يوثق كلامه ويقول والله كلامي صحيح، فبدل ما يحلف اليمين بالله سبحانه وتعالى او مش مهم، كلامنا مصدق أصلاً. وصارت لبانه في الاصوات، وصارت ان الزوج ينطق بكلمه الطلاق عمال على بطال وفي كل مناسبه وبدون مناسبه، وده سلوك مرفوض بطبيعه الحال. الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الطلاق تكلم فيه في محل محدد، في محل العلاج لمشكلات واقعة في الحياة الزوجية مستعصية، يعني ولا يمكن الاستمرار في الحياة الزوجية مع هذه المشكلة. ليه؟ لأننا بذلنا كل الجهود ولم نستطع أن ندفع هذه المشكلات، وبناء على ذلك يكون الحل في هذه الحالة هو الطلاق. وتعرف سيادتك حتى الشرع لما قال له لما تطلق، قال له أرجوك لما تطلق عندما تستحيل الحياة الزوجية طلق مرة واحدة. انت عايز تعمل ايه؟ علاج؟ والعلاج مش بيكون بحبة واحدة بقرص واحد، ولا لازم تاخد الاقراص كلها؟ قالوا لا، بقرص واحد يكفيني في العلاج، وتترك الفترة ما بعد هذا الطلاق الذي توثقه عند المأذون. يعني ما تتكلمش بكلمة طلاق الا عند، انت عارف ضمانة المأذون ديت لما نروح للمأذون، على فكرة هي ضمانة لابقاء الحياة الزوجية، لان انا الان بنقول له ما تنطقش بكلمة طلاق
ابدا الا عندما تستحيل الحياه الزوجيه على الاستمرار. وارجوك لما تيجي تطلق روح عند المأذون. كلمه روح عند المأذون بتديني تفكير وهدوء وتديني مساحه وبتديني مساحه للتراجع. بس انا لسه ما نطقتش بكلمه الطلاق. متى ننطق بها؟ ننطق عندما نذهب الى المأذون او ياتي الينا المأذون ويجتمع الناس ونرى ان المشكله بالفعل ما لهاش علاج. طب طلقها بقى استحلت العشره بيقولوا استحلت العشره. فيطلقها طلقه واحده ويثبت ذلك. لما يطلقها سيادتك طلقه واحده في فتره اسمها فتره العده بعد الدخول دي الاختبار كمان. فتره العده ديت الله سبحانه وتعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الله ما تعرفش في المستقبل ما بين الطلاق وما بين مده العده. ايوه قد تتغير النفوس وقد تتهيأ والمشاكل قد تزول. أيوة. وتكون مساحة أخرى للرجوع إلى بعضها. يعني عدة المرأة هنا هي يعني مهلة تفكيرية للمراجعات في الطلاق الرجعي. نعم هي مهلة لكي يراجع كل منهم الآخر. نمرة اثنين إذا سيدي ما رقش للزوجين أن يرجع وهم على فكرة هم ما زال زوجين في مدة العدة. أي. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن. وبعولتهن يعني أزواجهن. مزبوط. أحق بردهن. ووصف الآية الرجل بأنه ما زال زوجا هذا دليل على أن العقد ما زال موجودا. وبناء على هذا يعني في العدة دول زوجين في العقد الطلاق الرجعي. مزبوط. ما زال زوجين. ولذلك لو مات واحد منهم في مدة العدة بيرثه الآخر. مزبوط. فإذا لم يرق لأحد الطرفين أو لكليهما أن يرجع إلى يبقى أبغض الحل. يبقى في هذه الحالة أن العدة بتنتهي وينتقل الطلاق الذي تم قبل ذلك ينتقل من وصف الطلاق الرجعي إلى وصف طلاق بائن. وصف الطلاق البائن هنا ما زالت أيضا هناك فسحة لأن يرجع الزوجين لأن يرجع الزوجان بعقد ومهر جديدين. يعني اذا انا لما الزوج لما يطلق طلقه واحده ويوثق هذه الطلقه بيحمل حقوق ويتأنى قبل ان يذهب للمأذون ثم بعد ذلك بيترك مساحه في مده العده يرجع الى الزوجه. واذا لم يحدث الرجوع في هذه المده يعني فضلتك